هو في الحقيقة فاش حنايا مشينا للمدينة داز داكشي كله بسلام، ما كاين والو، ولكن فاش مشينا لجدة يلاه جلسنا واحد 5 أيام، ومن بعد كيعلنوا كيقولوا لنا راه في الأخبار راه وصلات لهنا للسعودية، قالوا لنا وصلات كورونا للسعودية، ولكن حنايا ما قالوا لنا حتى شي حاجة. بقينا قالوا تيساليو هما كانوا داروا انه يساليو دوك المعتمرين اللي كاينين تما، المعتمرين اللي غيجوا من المدينه يكملوا المناسك ديالهم في مكه، ومن بعد صافي صافي يسدوا. ولكن البارح باش تصوري ان حنا قال لنا البارح اللي ما طفناش، ماشي البارح والبارح حنا مشينا، ولكن بغينا نزيدوا واحد الطوفه، قلنا البارح ما مشيناش، قلنا اجي خليها حتى الغد. تصوري مشينا البارح في الصباح فطرنا مشينا طفنا صلينا خرجنا يلا وصلنا للوطيل كنسمعوا في الاخبار صافي راه خرجوا كل شيء اللي كاين تما، واخا ما كملوش الناس خواو كل شيء كل شيء مكه كلها خوات خواو كل